ما
معدودة في جوامع الكلم التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حين قال: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. فالكلم الجوامع هي الألفاظ المختصرة التي تحمل المعاني الكثيرة، وهذا الحديث مثال على ذلك. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هذه أول جملة في الحديث، وفيها بيان حق أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، المؤمنون بالله تعالى والمؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك أهل الإسلام الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وفيما هم عليه: إن الدين عند الله الإسلام. فمهما تمنى المتمنون ومهما حاول المحاولون ومهما اجتهد وجد المجتهدون والمجدون، فليس للجنة نصيب لغير أهل الإيمان، لغير أهل الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، كما أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فإن هذا الإيمان مرتبط بالمحبة. هذه المحبة الحقيقية التي يثبت فيها الإنسان بنفسه أنه عبد لله كما يريد الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه هي المحبة الحقيقية، وهي جزء من العمل الصالح بل جزء كبير، فإن الله تبارك وتعالى ربط دخول الجنة بالعمل، فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها أهلها بأماني، ولا يدخلها أهلها بأحلام، سواء كانت أحلام اليقظة أم أحلام المنام، ولكنهم يدخلونها بتوفيق الملك العلام، يدخلونها بالإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كل ذلك توكيد لمعنى الإيمان، توكيد لحقيقة الإيمان، توكيد على أن هذا الإيمان ليس مجرد حلجات في النفوس أو مرض في القلوب، ولكنه علم وعمل واعتقاد، كما قال أئمة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين: قالوا: الإيمان قول باللسان ووقر بالقلب والجنان واعتقاد وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان. لا يكون العبد المؤمن مؤمنا إلا بهذا العمل، ومن هذا العمل بل من أهمه الحب للمؤمنين. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، والتحاب هنا أعظم من أن يكون مجرد محبة، وإنما هو نشر بالمحبة، لتكون هذه المحبة هي النور الساري بين المسلمين، هي النور الذي تشرق في قلوبهم وتشرق في أعمالهم وتشرق في ألسنتهم بالكلمة الطيبة وبالألفاظ الصالحة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الصحابة نعم فأجاب مباشرة
الله فقال عليه الصلاة والسلام سائلا ومجيبا في الوقت نفسه: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتعلمتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، انشروا هذه الكلمة الطيبة، لأن من أسماء الله الحسنى السلام. ومن دعاء المسلم إذا رأى الكعبة المشرفة كما ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فلذلك كان لنشر كلمة السلام ولنشر ما تدل عليها من معان الأثر العظيم في تعميق المحبة وفي تعظيم الأخوة وفي تعظيم المودة بين المسلمين. أفشوا السلام بينكم، أي أن تقولوا السلام عليكم ليس فقط من لسان، أن تقول السلام عليكم وقلبك فيه الضغينة، أن تقول السلام عليكم وقلبك فيه سوء الظن، أن تقول السلام عليكم وقلبك فيه الحقد أو الخلل. إذا قلت السلام عليكم فيجب أن يكون قلبك نقيا، ويجب أن يكون قلبك صافيا، ويجب أن يكون قلبك سليما، كما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يمكن أن يأتي الله أحد بقلب سليم في الآخرة ولم يكن قلبه سليما في الدنيا. فإذا كان قلبه سليما في الدنيا فإنه يوافي الله تبارك وتعالى سليم القلب يوم القيامة. إذن عندما نقول السلام عليكم ليست مجرد ألفاظ حروف يرتص بعضها بجنب بعض، ولكنها كلمة يدفعها العمل، يدفعها الإيمان، يدفعها صدق المودة في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق هرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه هي المعاني التي يجب أن يقولها المسلم إذا قال كلمة السلام عليكم، يقولها بلسانه ويدفعها إلى لسان قلبه ويصدقها في القلب العمل، فيكون العبد محبا لأخيه صادقا النصح له، يوده المودة الصادقة في ذات الله، يحب له ما يحب لنفسه، لأن يقول السلام عليكم وظاهره خلاف باطله ولفظه يخالف فعله، هذا ليس من الإيمان وليس من هدى الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وبجنبه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فمر يهودي فألقى السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فاستغربت عائشة أم المؤمنين، قالت: يا رسول الله، لقد قلت وعليك ولم تقل وعليكم السلام كما هي عادتك وكما هي سنتك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هذا يهودي قال السلام عليكم، والسلام البول، فقلت وعليكم، يعني إذا قال السلام فيرجع عليه السلام سلاما، وإذا قال السام يعني الموت والعلاج فيرجع عليه السام موتا وعلاكا. فماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد غضبت غضبة ربانية، غضبت غضبة إلهية يدفعها حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: عليكم السام
الحرام والموت واللعنة إخوان القردة والخنازير. فلم يرضى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرضى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو الذي قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. فاستنكر ذلك غير راض على قولها وفعلها، قائلا لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هكذا أخلاق المسلم، هكذا أخلاق أهل الإسلام، يكونون القدوة الحسنة والأسوة الصالحة لغير المسلمين، حتى يعلموهم أن هذا الدين بحق دين السلام. أفشوا السلام بينكم، دين الصدق والوئام. لذلك كان من ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن غير المسلم إذا قال الكلمة صريحة: السلام عليكم، ولم يلم بها لسانه، فإنه يرد عليه ردا فصيحا واضحا ويقول: وعليكم السلام. فإذا قالها ملتويا بها لسانه فإنه يقول: وعليكم. إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. هذا هو بعض، أو هذه هي بعض معاني السلام في الإسلام. وإلا لو أننا أردنا أن نتكلم عن معنى السلام وآثاره وحقيقته ووجوده فيما بين الناس لآتانا من ذلك، أو لأتينا من ذلك بالشيء الكثير، لكننا نختصر القول اختصارا، فإن حسن الخطبة باختصارها. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، إنه سميع مجيب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and seeking his help and forgiveness and testifying that none has the right to be worshipped except Allah and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger, the Shaykh Habibah Allah started his khutbah by quoting the hadith by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in which he said: you will not enter paradise unless you have belief, and you shall not have true belief unless you love one another. Shall I not inform you about something that if you do, you will enter paradise? Spread the salam between amongst yourselves. The Shaykh Habibullah said that this hadith has a few words, yet the meanings of this hadith are tremendous. Just like Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that he has been given jawan al-kalam, meaning that he has been given a speech that is concise, yet the meanings of his words, of the words of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, has many meanings. And he said, Habibullah, that only the believers will enter paradise, those who believe in Allah and his messenger. As Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Surely religion in the sight of Allah is al-Islam, the submission to Allah subhanahu wa ta'ala. And he said that no matter how hard people work and wish, that they will not enter paradise unless they submit to Allah subhanahu wa ta'ala. And he said that according to this hadith, we notice that iman is related to loving one another. Loving one another, according to this hadith, is part of iman. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, in his hand, by the one in whose hand my soul is, you shall not attain true belief unless you love for your brother what you love for yourself. And the consequence, the good consequence of loving one another is paradise, as Allah subhanahu wa ta'ala
explicit in the Quran, entered paradise for what you have been, for what you did, meaning in this life. And the Shaykh continued by saying that entering paradise is not through dreams, whether they are night dreams or day dreams, but rather entering paradise is through Iman, true Iman and good deeds. As Allah subhanahu wa ta'ala said, all you who believe or have faith. And as Allah subhanahu wa ta'ala also said, all you who believe, keep your duties to Allah subhanahu wa ta'ala. So this confirms that good deeds are part of Iman. And Iman is knowledge, it is good deeds, and it is also belief. As the scholars of Islam, rahimahullah, said that Iman is the utterance, it is uttered by the tongue, and it is something that is confirmed in the heart, and it is something that is acted upon with the limbs. And he also said that Iman increases with good deeds and decreases with sins. And he also confirmed again that loving one another is part of faith. And this love should be spread. This love for the Muslim should be spread, as mentioned in the hadith, Afshu Salam Abinakum, spread the salam amongst yourselves. And he said that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when he asked the question, shall I inform you about something that if you do, you will enter paradise, he did not wait for the Sahaba to ask about what that thing is, because he knew that they would be keen to know about anything that is good. And he immediately, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asked the question, and he immediately answered his own question by saying, Afshu Salam Abaynakum, spread the salam between yourselves. And it was from the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam when he saw the Kaaba to say, O Allah, you are the perfect, you are the free from all deficiencies, and all safety and security come from you, O Allah. O Allah, greet us with peace and security. The salam is, by doing the, by spreading the salam amongst the Muslims, you are spreading the love. This salam that it should be said or spread amongst the Muslims by saying Assalamu alaikum should not be said while the heart is full of hate and grudges. Rather, this salam should be spread while there is love in the heart. As Allah subhanahu wa ta'ala promised that only those who come with a clean heart, with a pure heart, will enter paradise. And the Shaykh said that obviously the one that comes to Allah subhanahu wa ta'ala with clean and pure heart, this person definitely had a pure and clean heart in this life. And he said that the salam is not just sounds, it is not just words, but it should be said with true faith and true love. Also, the Shaykh Habibullah quoted an incident in which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sitting, and beside him was Aisha. And a Jew came along and he said something. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam responded by saying, Wa alaykum, and you too. So Aisha was surprised and asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this is unusual. He said salam to you, but he responded by just saying, and you too. And he said, Ya Aisha, he did not say as-salam, but rather he said as-salam, which means death on you. So I just responded by saying, and you too. So Aisha radiallahu anha, full with love and full of the jealousy for this religion, she said some harsh words by saying death on you too. Death and the curse of Allah, may the death and the curse of Allah be on you, brothers of pigs and monkeys. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was very, very angry with Aisha. And he told her, Aisha, this is not right. Whenever there is meanness in something, except that it beautifies it. And whenever there is harshness,
helps me something except that it makes it ugly. So this is the true religion. The Sheikh continued that this is the true religion. This is, we have to spread the salam even to non-Muslims. Even if a non-Muslim says assalamu alaikum, we can say wa alaikum assalam. Habibullah, the Shaykh said that Ibn Taymiyyah, Habibullah, and his students, Ibn Qayyim, are of the opinion, is of the opinion that if someone, if a non-Muslim says assalamu alaikum, clearly and unequivocally, clearly you hear assalamu alaikum, then you as a Muslim are allowed to say wa alaikum assalam. If you are sure that it is said clearly. However, if someone says something else other than the salam, if someone says something to wish harm to you, then you simply say wa alaykum. So we wish that person what they wish for you. And the Shaykh ended his first khutbah by saying that this is in brief what is the meaning of salam. Otherwise, talking about salam and spreading the salam would take a long time, but this is not the purpose of the khutbah. And he said it is from the fiqh to make the khutbah of Jum'ah short. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أيها الإخوة حقيقة السلام، ليس فقط لفظا وإنما معنى، فهو يعني الأمان والاطمئنان، يعني الإيمان وما يملأ القلب من الحب والجنان. وأنبه إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو أن للسلام وإلقائه ورده أجرا. فإذا قال المسلم السلام عليكم له عشر حسنات، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فله عشرون حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون حسنة، والرد مثل ذلك. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إما أن تردوها كما هي أو أن تزيدوا عليها، لكن الزيادة عليها ليست من تلقاء أنفسنا وليست من اختراعنا، وإنما هي واردة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا جاءه المسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فيزيد ذكر المغفرة. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك رواية لا تصح فيها زيادة ومغفرته ورضوانه، هذه زيادة ورضوانه لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقف حيث علمنا، ثم أختم أيها الإخوة في الله بتذكيركم بأن يوم بعد غد هو يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام من الغرق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومونه فقال نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، فصام عاشوراء وأمر بصيامه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في صيام عاشوراء أجر تكفير سنة ماضية، فاحرصوا على صيام عاشوراء والقيام به على وفق السنة النبوية دون بدع المبتدعين ودون إحداث المحدثين، وإنما نصوم كما صامه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ويهدينا وإياكم جميع العباد، إنه سبحانه